أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما تشاء فسواك فعدلك.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون شيئا
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم.
يسرعون من رحيم يا تبارك
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وزيننا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابه بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لقنهم حجتهم بالقرآن جافي الأرض عن جنوبهم بالقرآن من ذا السؤال ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك
الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإحسان، واختم لنا بالقرآن، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. القلب يتحدث واللسان عاجز عن الكلام، فمهما تحدث اللسان لن أوفي حقا من حقوق أهل القرآن. أيها السادة الحضور الكرام، قد استمعنا سويا إلى آيات بينات من القرآن، والتي كانت خير ختام تلاها علينا علم من الأعلام من دولة أهل القرآن، فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية، وعلم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، قارئ اتحاد الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي، وسفير من سفراء القرآن الكريم بالدول العربية والإسلامية، و